بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنكمل شابتر 11 اللي هو Selection of Roller Bearings، لحتى اللحظة عرفنا كيف نختار بول بيرينجز وكيف نختار تيبرد رولر بيرينجز. يعني مرة عملنا الاختيار كانت البيرينج معرضة لراديال لود، ومرة كانت معرضة لكومبايند أو كومبينيشن بين راديال لود وأكسيال لود. اليوم حنكمل حنحكي على اللوبريكيشن واللي اوت للبيرينجز على الشافت. طبعا اللوبريكانت اللي الزيوت المستخدمه في البيرينجز، انا عندي رولينج سيرفيسز او رولينج اليمنتس، عندي الانر ريس وعندي هنا رولينج اليمنتس وعند الاوتر ريس. وعند الزيوت حتيجي الزيت، حيكون موجود الزيت هين. والرولرز او البولز رول على الانر ريس والاوتر ريس، فراخت في منطقة هين، اخذت 1 رولر هاي، وهاي عندي رولر نفترض انها بتلف بالنسبه لهذا بهذا الاتجاه، وفي زيت. الزيت ايش حصير فيه؟ حينحشر بين الرولر والانر والاوتر ريس. نتيجة انه بيصير وي رول او برول اللي هو الرولر على الانر ريس والاوتر ريس، الضغط في الزيت بيرتفع بشكل كبير، بيصير عندي ارتفاع كبير في ضغط الزيت. طبعا الضغط بيأثر على لزوجة الزيت، الفيسكوسيتي بتتناسب اكسبوننشالي مع البريشر. نتيجة الضغط بيصير ارتفاع في الفيسكوسيتي نتيجة انحشار الليكويد بين رولينج إليمنتس، بيرتفع الضغط بترتفع ايش الفيسكوسيتي. الآن ايش الهدف من اللوبريكانت في البيرينجز؟ أول شيء اللوبريكانت بيعمل لي زي طبقة رقيقة فيلم بين الزيت بين السلايدنج ورولينج إليمنتس. وجود الطبقة الزيتية هذه بتخفف من الفواقد في الاحتكاك. اثنين، وجود الزيت بيساعد في توزيع وتشتيت الحرارة، لأن في عند موشن في احتكاك بتتولد حرارة، وجود الزيت بنشرها بوزعها وبشتتها. ثلاثة، وجود الزيت مغطى طبق الرولز رولينج إليمنتس بيعمل طبقة بتحمي الرولينج إليمنتس من الصدى أو التآكل. برضو وجود الزيت بيحمي من المواد الغريبة دخلت رملة أو الزيت بيستوعبها، بس بيعمل حماية للبيرينجز من الفورين إليمنتس. الآن في بعض الأحيان بستخدم في التزييت بستخدم زيت أو شحوم شحمة. متى استخدم الزيوت وانت استخدم الشحمة؟ في حال كان رشحة منخفضة اقل من 93 درجة بستخدم، ممكن استخدم الشحمة. في حال حرارة مرتفعة بستخدم الزيوت. في حالة السرعات المنخفضة بستخدم الشحمة. في حالة السرعات المرتفعة بستخدم الزيوت. طبعا هبدأ احنا بشكل عام هذه التعليمات. في حالة أنا استخدمت شحمة محتاج أن يكون في حماية للشحمة بحيث يكون سيلينج، بحيث أمنع دخول الأتربة والرمال، عساس إذا الشحمة صار دخل الأتربة بتنشف وبصير يعني مؤذية أكتر يعني. الآن في حالة الأويل في already bearings sealed bearings، يعني معمول حسابها هنا completely sealed. الشحمة ممكن تشتغل لفترات طويلة بدون ما بدها مراقبة وملاحظة كتير، لكن الزيوت
يعني ممكن انا احل المشكله ان اعمل سنترال سبلاي، ان اعمل في عندي تزويد مركزي للزيت، بحيث يعني اعوض دائما الفاقد في الزيت. الان كيف بنركب البيرنج على الشافت؟ في كذا طريقه لتركيب البيرنج على الشافت. اول شيء المقاسات للبور، البور اللي هي في الهاوزنج، والقطر الخارجي للشافت لازم تنعمل لكلوزد ليميتس. في كثير من الاحيان بيكون واحده من البيرنج الهدف منها انها تعمل بوزيشننج، بتعمل بوزيشننج للشافت، يعني بيكون عندي بيرنج هاي الشافت وعندي كمان بيرنج على الجهه الثانيه. على الاغلب ممكن تكون بيرنج شايله كل اللود، بس البيرنج الثانيه بتعمل لو بوزيشننج عشان يصير في ديفليكشن، فبتعمل ادد افكت اوف اكسل بوزيشننج. شكل 11-20 مورجيني تجميعة لبيرنج، هذه الشافت وهذا البادي، هذه البور اللي في الهاوزنج، وهذا قطر الشافت، وفي لاحظوا هين في كتف. الاوتر ريس للبيرنج مرتكز على الكتف في الهاوزنج، الانر ريس مركز على كتف في الشافت. نفس الشيء هنا في كتف على الشافت، لكن البيرنج هنا از فلوتنج، وفي سم سبورت هنا، في ممكن يكون عندي كفر بليت شيء زي هيك. نحكي في براغي على المحيط، والكفر بليت ضاغط الاوتر ريس على الكتف تاع الهاوزنج. لاحظوا البيرنج الثانيه الاوتر ريس از فلوتنج عايمه، معناته هذه بتسمح بتعمل لي سماحيه انه لو المنطقة هذه كانت مغلقة وفي ارتفاع درجة حرارة راح تصير تمددات في بند الشافت، فبتسمح له انه يمد، ما يصير في ديفليكشن للشافت. هذا نظام تركيب. طبعا احنا الهدف من الشولدر اللي على الشافت، لاحظوا فيه على الشافت في كتف، الهدف من الكتف انه ترتكز عليه الانر ريس، مظبوط. الشافت هذا ممكن انا استبدله، الكتف ممكن استبدله باكثر من شغله، ممكن استبدله بريتيننج رينج زي هذه ريتيننج رينج، يكون عندي الشافت بدء يعني كانه موجود عدل، اروح اعمل جروف هنا واحط رينج. هذا احد طرق الاستغناء عن الشافت، هذا يسمى سيركل كليب او رينج، سيركل كليب او رينج، او هاب اوف ا جير اور بولي. مبين عندي هنا بولي بكره، هذه الهاب، فلو كان عندي انا راكب يعني ممكن يكون عندي هنا يكون هاي بولي مثلا، وهاي الهب بتاعتها. ممكن البيرنج مباشرة تركز على الهب، هذه الهب، على الهب بتاعت البولي، او ممكن استخدم سبيسنج تيوبز. هذه التيوب يكون شافت عدل عندي، واحط هاي الشافت عدل، واحط سبيسنج تيوب.
يعني انبوب تفصل بين التو بيرينجز، تعمل فاصل وبتعمل كتف ارتكاز للانر ريس. النطس لاحظوا في عندي هين صمولة، يعني عندي هين تسنين والشادد لان في كتف وبده يضغط الانر ريس على الكتف، فمحتاج صمولة يشد عليها اللي هي هذه الصمولة. ممكن استبدل الصمولة بالشغلات التالية اللي هو عندك الرينج، احط رينج هين يكون الشاد زي هيك، واعمل رينج هين او سيركت كليب. هاي خيار. خيار تاني الكوتر بين الكوترز اللي هي زي هذه، هذه كوترز يعني يكون في ثقب في الشافت، وهاي الكوتر بين. او حتى تيبر بنز بيكون عندك مسامير، هذا مسمار في زاوية خفيفة وبيكون في ثقب في الشافت، هاي ثقب في الشافت والبن بتجي بالشكل هذا. تحشر بالشكل هذا. او حتى ووشرز مثبته براغة، ووشر بتيجي رندله خميله زي هذه وبيجي ايش برغي هين، برغي غاطس. يعني في عندك خيارات كتير لتثبيت البيرينج. الهاوزينج شولدر انا عندي كتفين ممكن استبدله برينج، رينج داخليه زي النظام هذا اللي شفتوها اكسترنال سيركليب، هذه انترنال سيركليب. ممكن استخدم زي ما عملت انا هين، اكون عندي كفر بليت، كفر بليت ونضغط على البيرنج. الآن شكل 11-21 بيورجيني تجميعة تانية، طريقة تجميع تانية. عندي هاي الشافت، هاي في كتفين وفي كتف على الجهة التانية، الانر ريس راكز على الكتف وهين الانر ريس راكز على الكتف، وفي صمت سبورت ممكن احط بليت هين، وفي عندي هنا مثلا براغي ضاغط على الاوتر ريس، ومن الجهه الثانيه نفس الشيء. طبعا هذه فيها عيب او فيها مشكله، اذا كان الحراره ارتفعت يعني ارتفعت حيصير ديفليكشن، حيحاول الشافت يتمدد صح؟ السبورت هين وهين حيحاول يمنعه، وبالتالي ممكن يصير عندي ديفليكشن. بالنسبة للرينج
لازم يكون في بليد اللي هو تضغط عليه الريتيننج رينج. الرينج سلاد قبل شوية. لا 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 يزك يزك هذه. لا لا مش ضروري. لا 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 خش على الشركة اسمها السيتن سبرينج. بيكون حاطط لك المواصفات الرينج بالضبط. ما عشان بحكي له خش على الشركة زي هذه بيكون عمل لك زي سكتش طرف الشافت اذا خارجية. انا ما اخذ نص الشافت طبعا. وبتيجي عندي الرينج بيكون معطي لك التفاصيل هذه المقاسات قديش عمق الحفر قديش عمق هذه والمسافة هاد. كل المسافات هذه بيعطي لك اياها المصنع وبالتالي بتعمل الجروف هذا بما يتناسب. حتى معطي لك ادق التفاصيل معطي لك الفيلتسين معطي لك اياها والفيلتسين والتولرانس على كل دايمنشن معطي لك اياها. طبعا عشان يزبط اذا انا عندي خلينا اكمل. اذا بدي احط مثلا بيرنج هنا انا بدي احط بيرنج اذا بدي احط بيرنج ضبط البيرنج. البيرنج تكون فيه شويه صغيره تدخل شويه على هذه هيك يعني حيكون هاي البيرنج عشان ايش تضغط. بحط بعدين الرنجة هذه. طب تحكي هذه شويه صغيره كثير هذه بس كافيه انها تحكمها تحشرها الرنج. نعم ايش اسم الشركة؟ Associated Spring. عندي جزء من ماشين مبين فيها الشافت خمس ارسم الشافت يكون فيه كسرة خفيفة هنا يعني شوية مثلا 10 ملي مثلا. هذا الشافت وفي عندي بيرنج هين بيرنج هين. لاحظوا البيرنج هين طبعا معمولين عكس بعض عشان اشيل الثرست بغض يعني لو كان اتجاه الثرست بهذا الاتجاه او هذا الاتجاه ينشال في كلا الحالتين. الان الانر ريس هين راكزة على الكتف حاطط هنا ووشر هنا عندي الانر ريس للبيرنج الثانية في جاي ووشر عندي ووشر جاي هنا
رندلة. مش واضح. المهم في شيء ضاغط على الوشر. خلينا نعمل الوشر هاي شكلها. يعني مضغوط من الجهة هذه، في فورس من الجهة هذه. لاحظوا هين في كتف، هين في كتف، هذا الهاوزنج، هذا الهاوزنج. وفي عندي كفر بليت، كفر بليت هين. الكفر بليت ممسوك ايش؟ برغي. هذا الكفر بليت ضاغط على الاوتر ريس، او لا مش ضاغط، لا الان عندي هذول عكس بعض، لان انا حسحة لما اضغط، لما اشد هين، اشد هين بحاول اسحب الشافتة هذه الجهة، واضح؟ في كتف وفي بيرنج هين، في كتف هين وفي كتف. لما اشد هين بحاول ايش؟ اعمل تنشن على الشافت، فبصير هذه مضغوطة على هذه وهذه مضغوطة على هذه. وضحت التجميعة؟ طبعا هذا بعد شو هنحكي عنها، هذا يسمى الكسرات، هذا يسمى ليبرنث، ليبرنث سيل، تعمل سيلينج تمنع خروج الزيت من الهاوزنج. هذه اختلفت شوي عن السابقة. لاحظوا في الأولى، هنشوف إيش المختلف هين. هذه الأولى لا ما اختلفتش، نفس الإشي تقريبا، بس اختلف طريقة التثبيت هين، اختلفت طريقة التثبيت هين، وحط بس هين زود، حط سيل على الطرف الثاني، حط ليبرنث سيل على الطرف الثاني. هين كان في سيل واحد، صار عندي تو سيلز. هذا الماونتينج فور بيرينجز في غسالة، عند هذا البادي تاع الغسالة، واضح انه الشافت فيرتيكال. في عندي بيرينج هين، يعني عندي الكب مرتكز على كتف الشافت من تحت، وفي كتف أو هذا الكون، وفي كتف الكب مرتكز فيه على إيش؟ الهاوزنج. هاي هذا كتف. عندي الكب على الطرف الثاني مركز على الكتف هذا، على الهاوسينج، عن جهتين.
لاحظوا البيرنجز عكس بعض، فبغض النظر عن اتجاه الثرست مشيول في كل الاحتمالات، يعني يبدو البرميل تاع الغسالة مشيول عهادي مثبت مع الشافت. هذا برميل الغسالة، طبعا هنا عندي ووشر، عندي هنا ووشر. طبعا كتير في يعني في حالة زي استخدم ووشر نتيجة أخطاء في التصنيع، فهو عشان عملية ضبط لإيش ارتفاع اللي هو البرميل. عند الانر او الكون لاحظوا الكب في الحاف بين، يعني عندي هين كب وكب، في هين كتف على الهاوسينج وفي هين كتف. الآن شدت هذه على الشافت بتسحب تجبد كل الشافت، بصير ممسوك على بصير يضغط هين فبتمسك كل الأسمبلي. يعني هذا أحد طرق يعني في الغسالة. طيب بعض أحيان ممكن أستخدم أكثر من بيرنج جنب بعض، يعني أستخدم 2 بيرنجز أو 3 بيرنجز. عادة بستخدم 2 بيرنجز جنب بعض. لما يعني طبعا لما بدي أستخدم أكثر من بيرنج محتاج ستيفنس، بدي أرفع الستيفنس. إذا عندي والله شافت ونحكي ممسوك من طرف وفارد من طرف ثاني، فكويس إنه أعمل الثيكنس أو الويدث يكون كبير. في الحالة هذه إذا فيش عندي بيرنج عريضة ممكن أحط أكثر من بيرنج جنب بعض. هذه بسموها دبليكسينج. الدبليكسينج بيجي ثلاثة كونفيجريشنز له. في عنا فيس تو فيس دبليكسينج، يعني هنا عندي بين أنجل كونتاكت بيرنج، هذا فيس تو فيس، باك تو باك، وهذا تاندم، يعني face to back، face to back. ال duplexing face to face mounting بشيل heavy radial loads والثرست برضو في كل الاتجاهين. يعني إذا كان الثرست بهذا الاتجاه بتشيله هذا البيرنج، إذا كان اتجاه معاكس بتشيله هذا البيرنج. الباك تو باك دبليكسينج نفس الشيء، بشيل هيفي ريديال لود وبشيل الثرست في اي سواء اذا في هذا الاتجاه بتشيله هذا اذا هذا الشيء هذا، وبالتالي بشيل الثرست في كلا الاتجاهين. بتميز عن الفيس تو فيس فيس تو فيس دبليكسينج انه الباك تو باك افضل في اذا في عندي مشكله مس الاينمنت. اذا عندي مس الاينمنت بعمل ايش؟ باك تو باك دبليكسنج. طبعا هذا عشان يشتغل صح بيكونوش هدول السيرفيس قبال بعض، بيكون في سام اوفست عشان يضغط جامد. خشوا على الاس كي اف او الان اس كي او تمكن وشوفوا انجل كونتاكت بيرنج الديتيلز بتاعتها وحطوا تنتين جنب بعض. هحطوا تنتين جنب بعض، مره دبليكسينج فيس تو فيس، مره دبليكسينج باك تو باك، مره دبليكسينج تاندم دبليكسينج. هتنتبهوا للتفاصيل الاوفسيتس الموجوده، واضح؟ فاي شركه تجيبوا انجل كونتاكت بيرنج واعملوا الدبليكسينج بالثلاث طرق وشوف الاوفست. بدون الاوفست مش هتظبط التجميع. التاندم دبليكسينج لما انا بدي اشيل راديال لود عالي والثرست
معروف اتجاه في اتجاه واحد. البيرينجز بشكل عام تتركب with the rotating ring press fit. في press fit وفي push fit. press fit يعني محتاج بدك قوة كبيرة نسبيا. فالشافت بدخل حشر press fit. الاوتر رينج بوش فيت يعني ضربة شاكوش خشب خفيفة بتدخلها. اي بيرينج محتاجة ان تنعمل لها بري لودينج، ما يسمى بري لودينج، لان البيرينج وهي مفكوكة بيكون في كليرنس في فراغ. عشان اتخلص من الكليرنس في التركيب هذا تكون ايش بريس فيت. البريس فيت بيعمل فيها سترين فايش بتوسع فبتخفف من الكليرنس. طبعا يفضل انه ما يكونش زيرو كليرنس، بحيث انه الرولينج اليمنت عامل تلامس بين الانر رينج والاوتر رينج عشان اضمن دائما يكون عندي رولينج موشن، رولينج على الانر والاوتر في نفس اللحظة. عدم وجود كليرنس بيزيد الفتيك لايف، لانه اللود التحميل بيصير على منطقتين. وديكريز شافت سلوب ات ذا بيرنج، اذا في كليرنس يعني في فراغ ممكن يصير عندي مس الاينمنت، لكن اذا فيش كليرنس محكوم بمنع ايش المس الاينمنت. الان طرق البري لودينج في طرق مختلفة. اتفرجوا على اليوتيوب، روحوا على اليوتيوب اكتبوا مثلا بري لودينج ستريت رولر بيرنج، هشوف كيف بيعملها بري لودينج. بشكل عام بحطها على الشافت، بيكون في ميلان خفيف، في زاوية خفيفة الشافت، وأنا مكبر الميلان بتشوفوش بالعين المجردة، وببدأ أدخل البيرينج. فكل ما أدخلها الانر رينج بيصير فيها بتفتح أكثر، فبتخفف ال تصير اكسباند لبرا فبتقلل الكليرنس. او انك تشتري بيرينج محطوطه في هاوسينج وجاهزه، تشتري بيرينج محطوطه في هاوسينج وجاهزه، وبالتالي انت مش مطالب انك تعمل بري لودينج لها. برضه خش على الشركات ان اس كي اس كي اف تمكن، حتشوفوا انه ممكن يبيعك بيرينج منفرده او بيرينج موجوده في هاوسينج. الهاوسينج فيه كذا نوع وكذا شكل لها. طيب الالاينمنت، انا عندي طبعا مسموح ان يكون صم مس الاينمنت، مسموح بس مش لازم تتخطى حدود معينه. قيمه المس الاينمنت المسموحه بتعتمد على نوع البيرنج، مثلا سفيريكال بيرنج غير عن بول بيرنج غير عن سيلندريكال بيرنج. مثلا سفيريكال بيرنج تسمح لي يعني يكون عندي مس الاينمنت كبيره نسبيا، فبتعتمد على نوع البيرنج، بتعتمد على الجيومتريك اند باتير بروبرتيز اوف سبيسيفيك بيرنج. لا احنا عرفنا نوع البيرنج، برضه بتعتمد على الماده تاعتها، هل هي مثلا ستيلس ستيل، هل هي بلاستيك، مظبوط. فهذه بتاثر على قيمه المس الاينمنت المسموحه. سيلندريكال اند تيبرد رولر بيرنجز ريكواير alignments that are closer than deep groove ball bearings. يعني في حال cylindrical taper roller bearing بيعطونيش إمكانية أو بيعطونيش سماحية عالية في المس alignment زي ال ball bearings أو الانجلر أو ال deep groove. طبعا حكينا spherical ball bearings والself aligning bearings are the most forgiving، يعني متساهلين بيعطوني مس alignment أكبر ما يمكن.
الجدول هذا معطيني التيبيكال ماكس رينجز فور سلوبس. انا عندي هاي شافت، هاي بيرنج، هاي شافت، بدي ارسم الاكسس تاع الشافت وافترض انه في عليه لودنج. انا حاحكي الشافت جاي زي هيك، مكبر كثير طبعا نتيجه اللودنج، وهاي البيرنج، وهذا الانجل هين في صم سلوب عندي نتيجة اللودينج. هاي بمسكه من هين بس في لود فبصير سلوب عند طرف البيرنج. السلوب هذا في حالة التيبر درولينج بيرنج مسموح لك من بونت او 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 5 ل بونت او او 1-2 راديانس. في حالة مثلا سيلف الاين بيرنج واضح تعطيني سماحية اعلى من بونت او 2-6 ل بونت او 5-2 راديانس. طبعا اللايف اوف بيرنج ديكريسز بتقل بشكل كبير او بشكل ملحوظ لما المس الاينمنت تتجاوز المسموح فيه. اذا تجاوز المسموح فيه بتنزل عمر البيرنج، تخرب بسرعه عندك. في اسئله؟ طيب الاغلاق او الانكلوجر تاع البيرنج او السيلينج، طبعا السيلينج الهدف منه انه يحافظ على الزيت يضل موجود جوا ويمنع دخول ايش الاوساخ. لان انا احيانا مستعرض ثلاث طرق للسيلينج اللي هي فيلت سيل والكوميرشال سيل والليبرنث سيل. الفيلت سيل بتكون هيها عباره، هذه جلد، عباره عن جلد، هذه جلده ربر، طبعا هذه تكون لفة على الشافت مدورة وتكون محطوطة في بليت. هذا بيكون معدن، هذا ايش معدن بليت، وفي صم كليرنس. الكليرنس المسموح فيه بيكون صغير نسبيا شكل انا ماسه، ويكون سمول كليرنس لان الزيت بيكون في منطقه هذه وهذا بيكون ايش يدور، وفي تقريبا انت بتشوف فيه كانه في كونتاكت بس هو بيكونش في كونتاكت، فبتمنع خروج الزيت وبتمنع خروج الدخول الاوساخ والاتربه. يعني هذه ميتال وهذه بتكون مطاط. فين الكوميرشال سيل؟ هاي البيرنج الكوميرشال سيل، هذا هو كله، هذا هو الكوميرشال سيل. طبعا هذا شكل دوار، شكل دوار مكون بشكل رئيسي هذه القطعة، هذا ريفولف، ممكن تعملها ريفولفينج حوالين محور الشافت. هذا عبارة عن مطاط، هذه مطاط. طبعا في لها بادي عشان نشيلها، هذا شيت ميتال، هذا ميتال هاوزينج، وهين في رينج، هين في رينج. وهين في زمرك مسك ضغطها لتحت، بيكون يعني زمرك مسكها خشرة زي هيك. وهذا الرينج في عندي هين كمان شيت ميتال، شيت ميتال، هذا الفارد سيرفيس. ضغط على الرنج يعني
المطاطة مضغوطة من هنا بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. هذا تسمى كوميرشال سيل، يعني هذا يعني عبارة عن كم بارت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بارتس، خمسة بارتس. على محلكم بأرسم الخمسة بارتس، يعني مش ضروري دايمنشنز بس الشكل يجي عندي صح، وأشوف كيف الأسمبلي تاعتها. هذا كوميرشال سيل اسمه، طبعا بنعمل باي بريس فيت. عندي هذه بفحرها انا، بعمل بور في الكفر تاع الهاوسينج، هذا كفر بعمل بور بعمل له بريس فيت، يعني بدخل محشور. نوت تو بيز، هذا عاده بستخدم في حاله السرعات العاليه. النوع الثالث اللي هو ليبرنث سيل يستخدم في حاله السرعات العاليه. الليبرنث سيل بيكون عندنا كفر بليت وبكون في جروفز، يا اما على في البليت نفسه او على الشافت. اللي بيصير عندي زيت لما يكون الشافت يلف بسرعه بيصير الزيت بحاول يطلع، فحيصير عندك بيصير عندي تيربلنت فلو، بيصير عندي تيربلنس في المنطقه هذه. التيربلنس في المنطقه هذه بتعمل لي يعني سيل محكم، محكم جدا، بيطلعش الزيت بالمره. هيلف يا دكتور الشافت؟ ما هو الشافت بيكون يلف. الزيت هيبقى انتوا اخذتوا هيت ترانسفير مظبوط؟ او بتاخذوها؟ لو حطيت بليت انت بليت ومشيت على الفلو مظبوط؟ لان في حيكون عندك الاول شيء بيكون لامينر، بعدين بصير ترانزينت، بعدين تيربلنت نتيجة الاحتكاك. ف طبعا الرينز نمبر اللي هو ايش يساوي؟ رو في دي على ميو. يعني واضح الـ طبعا رينز نمبر هو اندكس يستخدم لايش؟ لقياس هل هو لامينر ولا هو تيربلنت، وهو ريشيو بتوين تو فورسز، انيرشا فورسز وفيسكوس فورسز. من شكل المعادله عندي هنا سرعه معناته بحكي عن انيرشا، وعندي هنا ايش؟ فيسكوس بحكي عن فريكشن. او فواضح انه مادة التيربلنس بيعتمد على ايش؟ على الماتيريال تاعت الليكويد صح؟ على الرو والميو، وبيعتمد على السرعة. كل ما زادت السرعة كل ما صار عندي احتمال يصير تيربلنس بيكون أكثر، وبيعتمد على الدي، يعني في حالة الأنابيب هو القطر الأنبوب أو الدايمنشن. فأنا عندي هين التنجنشال سبيد اللي هي السرعة المحيطية بتكون جاية تنجنشال، بحاول يخش. فكأنه هذا اعتبره انه بليت وفردته، حاعطيني كأنه بليت وفردته، حيصير عندي طوله باي في دي صح المحيط، وفي حكون ماشي على فلويد في بيساوي اللي هو دي على 2 في السرعة الزاوية للشافت. فهين بصير نتيجة السرعة العالية بصير تيربلنت، بخش في التيربلنت ريجن، بصير التيربلنت فلو، بصير فلو مخربش كتير من الشغلات اللي فيها فلويدز، سواء الغازات الأنابيب لما يصير فيها تيربلنت ايش بصير فيها؟ الأنابيب بتسدد التيربلنس بيسدد ايش؟ الانابيب. بنفس المنطق ونفس اللوجيك انا يعني بعمل تسديد للمنطقه هذه. انت بتتاكل اوقات؟ نعم بتتاكل. كمان ايش بتتاكل؟ زيت. طبعا فيش ليكج 0%، بس انت بيكون الليكج
أقل ما يمكن. الفراغ هذا الكليرانس يتراوح بين 0.01 ل 0.04 انش. 0.01 يعني تقريبا في 25 ملي، يعني ربع ملي، من ربع ملي لواحد ملي. قيمة الكليرانس طبعا يعتمد على السرعة ودرجة الحرارة. بتوقع كل ما زيد درجة الحرارة حيبقى أقل كليرانس ولا بزوده؟ لا، مفروض أقل الكليرانس. إذا كل ما ترفع الحرارة أقل الكليرانس، لأن الفيسكوسيتي إيش مالها؟ بتقل. فبيصير ممكن يعني إنه يعني التدفق الليكويد بيصير أسهل. طيب، كل ما زود السرعة بيعطيني أريحية أكثر، ممكن أزود الكليرانس. إذا السرعة عالية أعتمد كثير على التيربولنس عادة، يعني بتكون هذه خاضعة للمودلينج. ممكن نعملها CFD في المنطقة هذه وتشوف إيش يصير معك. طبعا بعد ما تعمل CFD بتعمل بروتوتايب وبتفحص إنه الموضوع السينج. موضوع السينج موضوع كبير. في أي سؤال؟ يعطيكم العافية.